هذا المثال الثالث إنه اللي هو أخذناه من الكتاب هو عبارة عن 2N على N مضروب من السيكونس، راح يبلش من 2 للما لا نهاية. كيف راح نبلش؟ زي ما حكينا ال ان زائد 1 على ال ان، ال ان زائد 1 على ال ان، ال ان زائد 1 2 ان زائد 1، مكان كل ان ان زائد 1، ان زائد 1 كلياتها مضروب على 2 ان على ان مضروب. هسه كيف نعالجها؟ روح فكها، يعني عبارة عن 2 ان مضروب 2 هو 1 على ان زائد واحد، لازم تفكها عشان تقدر تختصر وتقدر يعني تعمل هاي على ان مضروب، ان مضروب مع الان مضروب راح، وهاي مع هاي، شو صف الاقتران؟ 2 على ان زائد واحد. هسه بدي اروح اقارنه مع الاثنين، طيب لو كان يعني بيجي بعوض 2، يعني هو خد 2، 2 على 3 اقل من الواحد ديكريس. طيب لو كانت من الصفر او من الواحد، نبلش من الواحد، تيجي 2 على 2 واحد، بعدين طالع بساوي واحد، بعدين راح يبلش يتناقص، فأنا إيش بروح بحدد؟ إنه بحكي نون، ولما أعوض أكثر من حد، يعني هاي الفكرة كمان. هاي رقم الصفحة 3. نيجي كمان نشوف مثال من الكتاب. ال ان بتساوي سي قوة ان، بحكي لك إنه سي أكبر من الواحد، وير حيث انه سي كونستنت. زي ما حكينا عادي، هاي ثابت قوة ان عادي، زي اثنين قوة ان، كيف عاملناها؟ ال ان زائد واحد على ال ان، اختبار الريشيو تيست، بساوي سي قوة ان زائد واحد على سي قوة ان، وتساوي سي قوة ان مضروبة في سي قوة واحد على سي قوة ان، سي صفت سي قوة واحد، معطيني حسب الشروط انها اكبر من الواحد، يعني ايش؟ انكريز. هاي بالنسبة يعني هاي فكرة. طيب اذا اجى حكالي عندي اياها، طيب اذا كانت مقلوب يعني كيف؟ ال ان ايش بتساوي؟ عبارة عن 5 قوة سالب ان. هاي بقدر احلها بطريقتين، يا اما باجي بحكي انها بتساوي 5 قوة ان على واحد، يا اما مباشرة عادي، يا هيك يا هيك اللي بيناسبك. ال ان زائد واحد على ال ان، روح عوض 5 قوة سالب ان زائد واحد على 5 قوة سالب ان، وتساوي فكها، يعني ده تصير 5 سالب ان مضروبة في 5 سالب واحد على 5 سالب ان، واحد على 5 أقل من الواحد ديكريز ديكريز. وصلت الفكرة إنه إيش؟ كيف طبيعة الاقتران اللي راح تقدر تتعامل معه؟ هسا في عندي فكرة جديدة، إذا كانت بدها توحيد مقامات، كيف يعني توحيد مقامات؟ بيجي بحكي لي A على N ناقص واحد ناقص واحد على N زائد واحد. أهم شغلة قبل ما أبلش عشان أريح حالي، من وين ببلش؟ من الاثنين، أن بتساوي اثنين. أهم شغلة عشان أبلش، يا بوحد مقامات عشان أصغر الهاي، يا أما إيش؟ مباشرة هيك وراح تغلبني، فأنا يفضل إنك توحد مقامات. بتروح تحكي أن ناقص أن زائد واحد ناقص أن الناقص واحد على أن ناقص واحد، أن تربيع ناقص واحد. كلياتها من وين لوين؟ من ان بتساوي 2 لوين؟ للما لا نهايه. تعال رتبها، شو راح تساوي؟ ان مع ان راح تروح، يعني 2 على ان تربيع ناقص 1، ان بتساوي 2 للما لا نهايه. عندي هذا الاقتران، ايش طبيعه ال ان زائد 1 على ال ان؟ زي ما اتفقنا، عوض 2 على ان زائد 1 الكل تربيع ناقص 1 على عليها نفسها، على 2 في ان تربيع ناقص 1، وتساوي الان مع الاثنين مع الاثنين بتروح، ايش راح تطلع؟
هاي راح تطلع فوق، ايش راح تصير؟ ان تربيع ناقص واحد على فك التربيع هون مع الهاي، ان تربيع زائد اثنين ان زائد واحد تربيع ناقص واحد، راح تصفي هيك تمام. هاي باجي بقارنها مع الواحد، باجي بعوض اثنين، اربعة ناقص واحد ثلاث على اربعة زائد اربعة ثمانية، يعني ثلاثة على ثمانية ايش هذا؟ ديكريس. هاي صفحة اربعة، شايف الاحمر؟ اللون الاحمر مش كتير، فانه راح استثني. هسه رح نيجي نحكي عن الاختبار اللي بعده، اللي هو اختبار الديريفيتيف تيست. ايش هو الديريفيتيف تيست؟ هو عبارة عن اختبار للاشتقاق. بكون معطيني اقتران، احنا زي ما اتفقنا بالاول ما حكينا عنه، هذا اقتران مختص بالمين؟ باللين. ايه الان بتساوي لين الان لان بتساوي واحد للمالانهاية، مظبوط؟ تمام. ايش بروح بعمل؟ بسمي هذا اف الاكس، اف الان، اف اللي بالاسم بدك اياه، اف الاكس ايش بتساوي؟ لين، لانه بسميته اكس، بروح بشتقه اف برايم واحد على اكس، مشتقة اللوغاريتم، مشتقة ما داخله على ما داخله، مظبوط؟ هاي بروح باجي بحكيها بساويها بالصفر. متى بتساوي صفر؟ في عندي طريقة، بساوي البسط وبدي استثني اصفار المقام، عندي صفر المقام اللي هو صفر، لكن انا بدي اياها من واحد للما لا نهاية، تمام؟ باجي ببلش عندي الواحد، تعال عوض واحد، رح تطلع ايش؟ موجبة. اذا ايش؟ متزايد. اذا مباشرة انه هذا الاقتران انكريس من وين؟ من الواحد لوين؟ للمالانهاية. الاقتران الثاني او مثال ثاني، يعني نشوف اذا كان عندي لن الان على ايش؟ على ان، من ان بتساوي واحد لمالانهاية. كيف نيجي نعمل؟ نحكي اف الاكس بتساوي لن الاكس على اكس، مشتقتها مشتق ما مشتقة حاصل قسمة المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. تساوي لي هاي بالصفر، يعني هي صافت واحد ناقص لن الاكس على اكس تربيع. بدك تستثني صفر المقام اللي هو اكس بتساوي صفر، هاي صفر، وساوي البسط لن الاكس بتساوي واحد. خذ اللوغ الاي، لا يعني تصفي اي قوة لن الاكس بتساوي اي قوة واحد، اذا اكس بتساوي اي، واذا عندي الاي وبعديها تمام. هسا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نساويها. هلا كانت يعني اكس بتساوي اي، يعني هاي صفر المقام، هاي الاي، انا من وين بهمني؟ بهمني من عند الواحد، تمام. هسا اللهم صل على سيدنا محمد، بدي اشوف المسافة الاكبر يعني للما لا نهاية. هسا ندرس سلوك الاقتران لما نيجي نعوض. لو حكينا عوضنا الواحد لان الواحد بتساوي صفر، يعني بده يطلع موجبة لحد لن الاي بتطلع صفر، هاي صفرها تمام. بعد هيك بدها تصير ايش؟ بما انه لن الاي واحد، اذا بعدها بدها تصير اكبر، اذا هون بدها تصير سالبه، هاي زائد وهون متناقص. مين الفتره الاكبر؟ من اي لهاي. بس احنا ما بناخذ ارقام، يعني ما بناخذ 2.5، بناخذ يعني ارقام كسريه، بناخذ اعداد صحيحه زي الثلاث زي الاربعه. باخذ اللي بعده ليش؟ عشان اقدر اشمل الفتره الصح. ليش ما اخذت الاثنين؟ لانه الاثنين متغيره، يعني ممكن اثنين مره موجب بعدين بتصير سالب بعد الاي، لكن باخذ الاكبر عشان اشمل الفتره كامله. فهون ايش طبيعتها راح يكون؟ ايش؟ ديكريس. هاي بالنسبه لهذا السؤال تمام. نشوف سؤال ثاني اللي هي الفكره الجديده، بحكي لي ايه الان اللي هي تبعت الاقتران اس اقتران من ان بتساوي 4 للما لا نهايه تمام. فايش هذا؟ اف الاكس اقتران اس اقتران بتساوي ان في 1 على ان. ايش باجي بحكي؟ اف برا باخذ اللين للطرفين لاف بتساوي لين الان اف اكس، عفوا اكس على اكس تمام. ده تصير لانه بنزل هاي لهناك وخلص. هسا باجي بحكي بدي مشتقتها، فاف برايم للاكس مشتقتها على اف بتساوي واحد ناقص لين الاكس على ايش؟
على اكس تربيع، مزبوط هيك؟ لحد هون واصل فكره تماما. انا بدي اف برايم، الاف هذا زي انه ما بياثر، فاف برايم هي اف الاكس برايم بتساوي اف في واحد ناقص لن الاكس على اكس تربيع. تمام، باجي هذا هاي رقم الصفحه الخامسه. تمام، نيجي نكمل. ايش هسه بنيجي بنحكي؟ بنحكي انه الاقتران اللي طلع معي بدي اساويه بالصفر على اكس تربيع، هاي بتساوي صفر، اذا لن الاكس بتساوي صفر. متى؟ ناقص واحد طبعا، اذا اكس بتساوي اي. تمام، زي ما حكينا هاي الاي، لكن انا بدي اياها من وين كان ببلش بالسيريز بالورقه اللي قبلها؟ كان ببلش من الأربعة، أنا بدي إياها من عند الأربعة، بما إنه من الأربعة وإحنا درسنا أصلاً سلوك الاقتران قبل شوي كان متناقص، من هون متزايد، فإذا إيش؟ ديكريز من الأربعة للمالة نهاية. تمام؟ هسا رح نيجي نحكي عن الالترنيتنج تيست اللي هو الإشي الثاني. هذا زي ما حكينا رح يكون مختص بشغلتين بالهاي. بالساين والكوساين وسالب واحد على ان. كيف راح اعمل هذا الاشي؟ عن طريق انه ايش؟ افك حدود a لان بتساوي سالب واحد قوة ان، من ان بتساوي ثلاث للمالة نهائية. باجي بعوض تعويض مباشر، الثلاث حتكون سالب واحد اس ثلاث سالب واحد، بعدين موجب واحد سالب واحد موجب واحد سالب واحد لا اخر ما يخلص. متناقص متزايد متناقص متزايد متناقص متزايد متناقص متزايد حتى هيك. اذا هذا نط مونوتو سيتي الاقتران. تمام، نشوف مثال على الكوساين والهاي للباي من ان لواحد، هذا من احد امثله الكتاب. تعويض مباشر، كوساين الباي سالب واحد، الاثنين كوساين الاثنين باي اللي هي صفر واحد سالب واحد موجب واحد سالب واحد بهذا الشكل. اذا متناقص متزايد متناقص متزايد برضه نط مونوتو سيتي. تمام، هسه بدي اشرح شغله، هاي الصفحه رقم 6 بدي اشرح شغله مهمه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد تبعت الباوندد. هسه الباوندنس اللي هو الموضوع الجديد. تمام، ايش هذا بحكي لي؟ هذا الباوندس انه يعني طبعا في عندي راح ينقسم لابف وبيلو. كيف يعني الابوف وبيلو؟ يعني هسه بدك تعرف شغله، اذا اجيت حكيت الابوف وبيلو، اذا طلع معي لما اجيت احسب الابوف طلع معي رقم فبتكون باوندد، اذا طلع موجب او سالب ما لا نهايه فبحكي هاي نوت باوندد ابوف. لو بدي اجي احكي عن البيلو، حكيت ابوف ولا بيلو؟ اوكي، اجيت احسب البيلو طلع معي رقم فبحكي انه هذا باوندد، اذا طلع موجب او سالب ما لا نهايه بحكي نوت باوندد. بدنا نعرف شغلات اساسيه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اذا كان عندي رقم على ما لا نهايه بتساوي صفر، رقم على صفر ما لا نهايه، هذول عشان لما نيجي نحسب الليمت عند ما لا نهايه، واحده بحسبها عند القيمه لبدايه السيريز، واحده عند ما لا نهايه الليمت. بدك تعرف انه اذا كانت عندي اي قوة ما لا نهايه ما لا نهايه، وانه اي سالب ما لا نهايه بتساوي صفر. بدك تعرف اذا كان عندي كثيرات حدود، مثلا لو حكينا ان تكعيب زائد 5 ان على ان تربيع زائد 5 ان، شو بروح بعمل؟ باخذ الحد الاكبر من الانات، يعني هون مين اكبر؟ الواحد ولا الثلاث؟ الان الثلاث، فباخذها من البسط ومن المقام، المقام مين؟ تربيع، ان تربيع، مين الاكبر؟ باجي بحسب الليمت للمال النهائي مثلا، هاي بحاله اني بدي احسب الليمت للمال النهائي التربيع مع هاي فبطلع جواب مال النهاية، فهي نوت باوندد. هذول مهمات الفكرة.